في 105 مركز منتشر في محافظة نينوى. يتم العمل عملية الاقتراع حيث يبدأ العمل من مصدر الأوراق من مسؤول التعريف يطلب من الناخب المستمسكات الثبوتية. إذا كان بطاقة ناخب قصيرة الأمد يجب أن يحمل معه صورة فوتوغرافية، هوية تحمل صورة فوتوغرافية، وإذا كان بطاقة طويلة الأمد فهي البطاقة واحدة تكفي للتعريف للتعرف على الناخب. ومن ثم بعد قراءة البطاقة والتأكد من الشخص وهل اسمه موجود في المحطة يأخذ ورقة اقتراع لقراءة الباركود. هذا الباركود هو يعتبر اسم الورقة ودليل على أنه هذا الناخب قد صوت عن طريق هذه الورقة. حقيقة هذه الإجراءات هي اتخذت المفوضية للحد من عمليات التلاعب، ومن ثم يتوجه إلى كابينة الاقتراع للإدلاء بصوته. أؤكد أن كابينة الاقتراع هي المكان التصويت، ويكون الاقتراع سري، لا يستطيع التعرف على صوت الناخب إلا الناخب شخصيا. المفوضية والكيانات الموجودة والمراقبين لا يستطيعون التعرف على اختيار الناخب، فقط الناخب وحده يعرف من اقترع ومن رشح ليمثله في مجلس النواب العراقي. أعلنت